نرجع تاني مع بعض، ويعني في ماتشات بدأت دلوقتي، مباراة هولندا كمان والتشكيل نازل لمباراة هولندا وتشيلي، لكن يعني هنتكلم عن مباراة المكسيك وكرواتيا برضه في 2002 كان في مواجهة ما بينهم. انتوا عارفين زي ما قلت لكم أقوى مباراة النهاردة هي مباراة المكسيك وكرواتيا، إن الفائز بالمباراة دي هيصعد إلى دور ال 16 مع البرازيل. المباراة دي انتهت 1-0 لصالح المكسيك، وكانت في كأس العالم 2002. دي ضربة الجزاء اللي فازت بها المكسيك على كرواتيا، ده كان بلانكو فاكرينه اللي هو كان بيلعب ناحية الشمال كده وعنده مهارات عالية جدا، وياخد الكرة ويشيلها برجله ويقعد يجري بيها، كان لاعب برضه ضد النادي الأهلي أعتقد مع نادي باتشوكا المكسيكي في أكتر من مباراة. الماتشات الساعة 7 النهاردة هولندا وتشيلي وأستراليا وأسبانيا. النهاردة كمان المدير الفني لويس فان جال بادئ بمجموعة من اللاعبين اللي هم ما شاركوش في الماتشين الأولانيين، بس مثبت روبن ومثبت شنايدر وديونج، وبيلعب بمجموعه من اللاعبين الجداد، مش الجداد اللي هم ما خدوش الفرصه. فان بيرسي كمان، روبن فان بيرسي هيغيب النهارده عنده انذارين، هيلعب بلانس اللي هو هداف الدوري الهولندي مهاجم، وهيلعب كمان بديريك كايت ناحيه الشمال. تعال نروح لبعض الفيديوهات كده من البرازيل. ده علي سولي مونتاري راح في احد علي سولي مونتاري طبعا نجم منتخب غانا، راح احد الاحياء الفقيره في البرازيل وبيزكي كده على الفقراء هناك، في الفقراء في البرازيل. والله حاجه جميله جدا. علي سولي مونتاري عارفين لعيب كبير طبعا، وبيلعب في الدوري الايطالي في الميلان، واللعيبه بتحاول او المنتخبات بتحاول تكسب حب الشعب البرازيلي عشان يشجعوهم كمان في بطوله كاس العالم. دايما النجوم الكبار دول بيبقى ليهم اعمال خيريه كبيره جدا، وده الجمل بقى شاهين اللي كان توقع ان الارجنتين تكسب ايران، وليونيل ميسي كبر رفع راسه كده، رفع راس الجمل شاهين وجاب له جول في الدقيقه 90، وبص راح على علم الارجنتين وتوقع، وفعلا الارجنتين فازت بهدف ليونيل ميسي في الدقيقه 90، ودي جماهير الارجنتين بتحتفل بالفوز وصعود الارجنتين للدور الثاني. الارجنتين كده خدت 6 نقاط من الفوز على البوسنه 2-1 والفوز على إيران، وكان فوز صعب جدا، والصحافة الأرجنتينية هجمت المنتخب بشدة وقالت إن الحسنة الوحيدة في المباراة المنتخب الأرجنتين وهي الهدف، غير كده المنتخب الأرجنتيني كان فوزه غير مقنع وكان أداؤه سيء جدا في المباراة. كان ممكن كمان منتخب إيران يخطف الفوز في الدقيقة 85، كان جت فرصة انفراد لمهاجم المنتخب الإيراني كان ممكن يكسب المنتخب الإيراني الأرجنتين. دي الجماهير الإيرانية كمان بتحضر البطولة في البرازيل في كأس العالم. كوستاريكا بتحتفل طبعا بال6 نقاط والمفاجأة، خلي بالكوا يعني لغاية دلوقتي كوستاريكا هي الحصان الأسود في البطولة، كسبوا إيطاليا 1-0 وكانت مفاجأة، وكسبوا الأورجواي 3-1 وكانت برضو مفاجأة، لكن بيأدوا بشكل رائع المنتخب الكوستاريكي و6 نقاط في المركز الأول. جماهير بقى بتحتفل طبعا بالفوز على إيطاليا. بصوا بقى الكرة بتعمل إيه يا جماعة في الشعوب، دي بعض التدريبات لأوشوا حارس مرمى المنتخب المكسيكي، من الحراس المميزين جدا، وعمل مباراة كبيرة أمام المنتخب البرازيلي المباراة اللي فاتت وأنقذ مرمى من أهداف كانت ممكن المنتخب البرازيلي يكسب المباراة. انتوا عارفين دايما المكسيك بتطلع حراس مميزين، كان عندهم كامبوس الحارس القصير شوية كامبوس ده، وكان كامبوس مميز في الضربات الحرة، وكان بيتقدم مع منتخب المكسيك دايما، ما كانش بيقف تحت 3 خشبات زي هيجيتا كده كان حارس منتخب كولومبيا. دي أجزاء من تدريبات المكسيك، ودي بقى الجماهير الألمانية بتتابع مباراة غانا. منتخب غانا عمل مباراة أمام ألمانيا تاريخية وكان يستحق الفوز والله. المنتخب الغاني عمل مباراة جامدة جدا، أسامواه جيان وأندريا أيو وجوردن أيو أخوه، يعني كان فرقة جامدة جدا المنتخب الغاني، ولكن للأسف اتعادلوا مع أو ألمانيا اللي اتعادلت معاهم.
نستنى بقى نشوف هيحصل ايه ما بين المانيا وامريكا. دي جماهير الالمانيه بتحتفل اهو في المانيا بالتعادل. يعني شوفوا بقى يعني وصلت الكره ان المانيا بتحتفل بالتعادل مع غانا. ده يبين ان الكره الافريقيه في تطور. المنتخب الغاني منتخب قوي جدا، عمل مباراه كبيره. منتخب غانا عنده مواجهه صعبه مع البرتغال. شكل ابو قميص كارودا عربي، شكله مغربي كده ولا حاجه. بيحتفل بالمنتخب الالماني مش عارف ليه، بس هو داخل في الزيطه. ودي طبعا جماهير المنتخب الجزائري والفرحه والفوز امبارح على كوريا. وبعدين بيعجبني كمان في الجماهير الجزائريه اللي هي بصراحه ورا منتخبها في كل حته وباعداد كبيره ورا المنتخب بتاعها في كل حته، المنتخب الجزائري، وبتروح باعداد كبيره جدا. يعني شايف اعداد كبيره في البرازيل بتشجع المنتخب الجزائري. دي جماهير نيجيريا طبعا وفرحه الفوز على البوسنه والهرسك. والحكم بصراحه ظلم منتخب البوسنه ان هم احرزوا هدف في منتخب نيجيريا، ولكن يعني تم الغائه بداع التسلل وما كانش الكره اوف سايد خالص، كان هدف صحيح للبوسنه والهرسك. لكن المنتخب النيجيري كسب 1-0 بهدف اودومينجي لاعب ستوك سيتي الانجليزي. منتخب يعني بصراحه في المنتخبات الافريقيه كلها مشرفه القاره الافريقيه، غانا وساحل العاج ونيجيريا والجزائر. المنتخب الكاميروني هو اللي ما ظهرش بشكل جيد السنه دي. فاكرين برضو قبل البطوله لما قلت لكم ان منتخب كوريا السنه دي مش كويس، منتخب يعني عنده مشاكل فنيه كتير، وفعلا خسر خساره كبيره من المنتخب الجزائري. وكان قبل البطوله خسر برضو من غانا 4-0 كوريا الجنوبيه في مباراه وديه. دي بقى اخر تدريبات البرازيل قبل مباراه النهارده مع الكاميرون. وبرضو من المتوقع ان سكولاري يدفع بعنصر او عنصرين جداد كده ما شاركوش في الماتشات اللي فاتت. وهل هيبدا النهارده بنيمار ولا لا؟ نيمار كان عنده اصابه فممكن يعني يبدا بيه ويطلعه في الشوط الثاني او يخليه للشوط الثاني على اساس ان هو ما يجهدش اللعيبه قبل الدور ال 16. بعض اللعيبه حجزت اماكن اساسيه في التشكيله زي ديفيد لويز، زي تياجو سيلفا، زي طبعا سيرخو حارس المرمى نسيت اسمه والله، وفي طبعا فريد المهاجم، وفي هالك اللي غاب المباراه اللي فاتت للاصابه، واوسكار وويليان ونيمار وباولينيو. دي بعض الجماهير كده البرازيليه اقتحمت التدريب المباراه اللي فاتت. بصوا الاطفال طبعا والشباب بيحبوا جدا منتخبهم وراحوا عشان يتصوروا بقى في تدريبات المنتخب البرازيلي. I'll watch the game at home with my family. We will be all together to support Brazil. خوليو سيزار، حارس البرازيل خوليو سيزار. جو نيمار vários jogadores cobraram mas a contagem pode dar alterações. Thiago Silva, Luiz Gustavo e Neymar que estão com cartão amarelo pendurados. دايما بشوف المنظر ده في كل التدريبات المنتخبات في البرازيل. لازم برضو الامن او البوليس البرازيلي يتحكم في قصه دخول الجماهير الملعب او اقتحام الملعب. شفناها برضو حصل اقتحامات في تدريبات الأرجنتين. دي استعدادات كوستاريكا قبل مواجهة انجلترا بكرة، ولكن خلاص كوستاريكا في الدور الثاني. برضو هتلاقي المدرب بتاعهم بيحاول يلاعب مجموعة من اللعيبة اللي ما لعبتش كتير في الماتشين الأولانيين. ده مؤتمر صحفي لنجم المنتخب الكوستاريكي. منتخب قوي منتخب كوستاريكا، وعمل يعني مباراتين رائعتين امام ايطاليا زي ما قلنا وكسب 1-0، وامام اورجواي في المباراه الاولى وكسب 3-1.
دي تدريبات المنتخب الأرجنتيني، ولغاية دلوقتي رغم صعود الأرجنتين للدور الثاني وتصدرهم مجموعتهم برصيد 6 نقاط، لكن لسه مش قادرين يعملوا إقناع للجماهير والإعلام العالمي. ده أنخيل دي ماريا مؤتمر صحفي وبيعلق على مباراة الأرجنتين وإيران. This competition just started. The main thing was to get the 6 points needed to be in the next round. Era sacar los 6 puntos para estar en la próxima ronda. تدريبات منتخب كوديفوار وعنده مباراة مهمة جدا أمام اليونان. كوديفوار عندهم 3 نقاط. كانوا كسبوا اليابان في المباراة الأولى 2-1 وعندهم فرقة كويسة جدا، عجبوني جدا. يمكن هما وغانا عاملين شغل كويس جدا وعندهم مجموعه من اللعيبه المميزه جدا، يعني يايا توري وديديه دروجبا اللي نزل في مباراه اليابان في الشوط الثاني وكان ليه دور كبير في فوز الساحل العاج. عندهم كمان ارثر بوكا الظهير الايسر، جورفينهو. دول افضل 10 اهداف لالمانيا لعيبه اسمها مولر، في لعيبه كتيره جدا اسمهم مولر، فدول افضل 10 اهداف للعيبه بيحملوا اسم مولر. طبعا احنا الاهداف اللي عاملين نشوفها دي لتوماس مولر لاعب بايرن ميونخ، وفي مولر كتير في المانيا بقى مش عارفهم بصراحه، يعني ايه في جيرد مولر وكذا واحد كده. اسمه مولر ده متداول قوي في المانيا. تعالوا كده نشوف الاهداف. مولر. Oh, from Fuchs's legs, Müller, and it's in! Oh, what a goal! Can you believe that one? Thomas Müller, how cheeky can you get? Once again, through the legs, and then when everybody's expecting a cross, he stabs it goalwards and bamboozles Lars Unnerstall as well. What a goal! Magnificent. Our Müller at number 9 is Jochen. This was one of his 2 Bundesliga goals while playing for Waldhof Mannheim. A real belter, and enough to get him recognized with the other illustrious Müllers in the top 10. This goal came in a 4-0 win over Kaiserslautern, the club he scored both of his Bundesliga goals against. Next up is a Müller who won the Bundesliga with Cologne in 1964. But this strike from a tight angle came from Christian Müller in the colours of Karlsruhe. One of 25 goals he scored for the club. This one came in 1966 against Eintracht Frankfurt. This stunner came from another Bundesliga winner with Cologne. This is Dieter Müller. He won the title in 1978, but on the way to glory, he unleashed this fine display of Müller goal-scoring ability in 1973. Our Müller free-kick king is Stuttgart's Hansi against Eintracht Braunschweig. A great goal that's hard to appreciate until you see it from another angle. Outside the wall to beat the keeper at his near post, you really need to be a Müller to try something so audacious. And speaking of audacious, how about this from a current Müller, Nikolai from Mainz? And the ball's in the back of the net. The goal scorer is your Nikolai Müller. Just as Subotic is about to clear, Müller lying on the floor, hooks it past Weidenfeller. Nikolai Müller, 24 years of age. He's already been in our top 10, but this Müller has to make a second appearance. And Müller with a strike that is going to put a smile on everybody's faces watching this one around the world. Bayern 2, Hamburg 0. There's a smile from your bankers. Brilliant pass through. And take a look at the control here. And that cheeky goal from Thomas Müller. Yes, I scored it. Thomas Müller. In at number 3 is the most famous Müller of the lot,
Gerd. Der Bommer is not only the top goal-scoring Müller, but the top Bundesliga scorer of all time. 365 goals, and the cheekiest of the lot was this one. Oh, and by the way, he wasn't offside. Our next might not be quite as famous as Gerd, but Helmut Müller did win the UEFA Cup with Eintracht Frankfurt in 1980. He could hit a mean long-range shot, and boy, didn't he do just that to pip Der Bommer into second place. It was part of that glorious season where Frankfurt picked up their only European trophy. It has to be pretty spectacular to score the best ever Müller goal in the Bundesliga, and it is. It came from Schalke's Andreas Müller, and it's the best of the bunch from these talented namesakes. A dream goal in 1992 against Kaiserslautern. This is what it means to be Müller. يعني شفنا افضل يعني لعيبه اسمها مولر جابت اهداف في الدوري الالماني, وكان في لعيبه كبيره يعني في المانيا اسمهم مولر واخرهم توماس مولر نجم المنتخب الالماني الحالي واللي احرز هاتريك في مباراه المانيا والبرتغال. اخر حاجه في برنامجنا امبارح في المغرب بفريق الدفاع الحسني الجديد, النادي اللي تعاقد معاه الكابتن حسن شحاته قدمه في مؤتمر صحفي امبارح في المغرب, وطبعا يعني اتكلموا عن الموسم القادم اللي هيبداه كابتن حسن شحاته مع فريق الدفاع الحسني الجديد بمباراه السوبر الدوري او يعني مباراه السوبر اول مره تتعمل في المغرب ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. بطل الدوري هو المغرب التطواني, وبطل الكاس هو فريق الدفاع الحسني الجديد اللي هيقوده الكابتن حسن شحاته ان شاء الله في الفتره القادمه. تعالوا نتفرج كده عن تقرير عن المؤتمر الصحفي اللي عقده كابتن حسن شحاته امبارح في المغرب مع فريق الدفاع الحسني الجديد. بعقد يمتد لمدة سنتين ارتبط عميد المدربين العرب المصري حسن شحاتة بفريق الدفاع الحسني الجديدي في مهمة يتوخى منها الشيء الكثير بالنظر لسمعة الرجل وثقله بالساحة الرياضية الإفريقية والعربية. مهمة المعلم حسن شحاتة لن تقتصر على تدريب الفريق الأول فقط, بل هي الإشراف العام على الفريق بجميع فئاته بما فيها الأكاديمية التي سينشئها الفريق الدوكالي بشراكة مع فريق مونبولي الفرنسي. مهمة واسعة الهدف منها الاستفادة قدر الإمكان من خبرة الرجل ومؤهلاته. الحمد لله لأن أنا كنت حابب أن أنا أكون موجود في المغرب, وده مش بقول أي كلام ودي حقيقة. يعني بعد ما استقبلت استقبال كبير سواء في الدار البيضاء أو في فاس لما كنا الزمالك بيلعب فاس المغربي, والاستقبال اللي أنا استقبلته, فأنا حبيت أن أنا أتواجد في المغرب وربنا حقق أمنيتي على كل شيء. البرنامج هو المهمة اللي هم عطيونهاني, مش من مجرد بس مدير فني للفريق الأول, لا هم عطوني المهمة الإشراف على حتى جهاز الناشئين بالنسبة للمراحل السنية وعلى الأكاديمية اللي في شراكة بينهم وبين نادي مونبليه. من خلال استقطاب مدرب حسن شحاته عندنا طموح كبير باش يكون الدفاع عنده اشعاع على صعيد البطوله وعلى صعيد الكاس, ولكن كيف قلت في خلال الندوه الطموح ديال الجديده اكبر من هذا, بحيث السي حسن شحاته غيكون مشرف عام على النادي. حسن شحاته والذي تم تقديمه لوسائل الاعلام تحدث عن برنامجه المستقبلي بالدفاع الحسني الجديد والأهداف التي تم تصديرها مع مسؤولي الفريق, مشيرا إلى أن سقف الطموحات لدى الفريق الدوكالي أضحى عاليا, بالتالي يجب تحقيق نتائج وإنجازات أكثر مما تحقق في السابق. فهي ديت المهمة. الخطة بقى الخطة أن أنا بقول أن كابتن بتشيخة يا رجل فاز بكاس العرش وحقق نتائج جيدة, أتمنى أن أنا يعني أحقق النتائج دي, لأن بتبقى أي مدرب هيجي بعد مدرب حقق إنجازات بتبقى بالنسبة له المأمورية ممكن تبقى صعبة, لكن إن شاء الله ربنا هيسهل الأمور ونقدر نحقق اللي الجماهير بتاعت الجديدة بتتمناه بإذن الله. كنظن أي لاعب كيتمنى أنه يلعب مع سي حسن شحاتة ويكون يعني المدرب ديالو هو سي حسن شحاتة, يعني لما جاء ديالو يعني فرحنا احنا كلاعبين, خصوصا أننا مشى لينا مدرب كبير اللي هو سي عبد الحق بن شيخة اللي يعني قدم معنا موسم رائع وحقنا مع يعني أول لقب الفريق, وهذا يعني النتائج اللي حققنا مع سي عبد الحق بن شيخة واللي كانت نتائج إيجابية بالنسبة للفريق, ولذلك تكبرت الفريق وليت عنده شخصية ديال البطل. ويعني المجيء ديال سي حسن شحاتة الكل كيعرفوا يعني مدرب ديال الألقاب, كنتمنوا إن شاء الله هاد السنة يعني نحققوا معاه شي لقب. وكونه يثق في قدراته الفنية كثيرا, فحسن شحاتة لا يرى مانعا في التعاقدات التي أنجزها الفريق الدوكالي في غيابه,
مبديا تفهما كبيرا إزاء ذلك، على اعتبار أن الانتدابات تمت بإشارة من المدرب السابق عبد الحق بن شيخة. هم ضموا لعيبة لسبب واحد، أن طبعا الكابتن بن شيخة كان عنده مراكز فارغة أو في نقص في المراكز في الفريق بتاعه، فهو قبل ما يمشي كان حاطط ممكن أسامي معينة أو حاطط النقص في المراكز اللي معينة، اللي من خلالها مجلس الإدارة يعني استقطب لاعبين أو ثلاث لاعبين من اللي كان بيتكلم عليهم كابتن بن شيخة قبل ما يمشي. ودي طبعا أنا برضو كل ثقة في كابتن بن شيخة في اختياراته أو في مجلس الإدارة جديد في اختياراته، لكن طبعا إذا كان في لاعب أو اثنين من اللاعبين الأجانب برضو هيبقوا من خلالي، على الأقل طالما أنا متواجد دلوقتي هيبقى من خلالي ومن خلال مجلس الإدارة إن شاء الله. حسن شحاتة صاحب الصيت الكبير سيكون إضافة دون شك إلى كرة القدم الجديدية، وسيزيد من إشاع الفريق الدوكالي، فالرجل مثقل بالألقاب والإنجازات وسمعته تجاوزت حدود الوطن العربي، والجميع ينتظر بشغف كبير الوجه الجديد الذي سيظهر به الفريق الجديد الموسم المقبل بقيادة مدرب كبير اسمه حسن شحاتة.